أعلن سيدة ميديا وويما ورار حقيقة كسليسان سرار قرصون ورار دقدق فضلاً نلاتشوك أو سبسكرايب سار تنال كينا هدي أدنوغو عصوبتهاي مع السند كسو دواد ورقة دورنمي أعلن سيدة ميديا واد دورنمي تلادا أخوض بحساسي أي نوصو صعد فضلاً نلاتشوك حق حساسي أورك على الشباب أو شاعي يماقع أي باشا ننكيس وقرح يسجوزك عيل قابتة إسلامر كاسنا قصار حقاً وكسو غاري شعبك صوماليا دي مسؤولين كدرسن دولة فدرالك صوماليا كوحدة الشباب أي أصوب بندكتاي ورئيسي أو بحي ننكيس وقرح يي كنترول كلغة قلو مدحتويدة صوماليا أي إسجوزك عيل قابتة إماقالة مقدشة كاسي أو كغا حد لغي قرشها أو نفتي سكوها لغي ورئيسي أو بحي نفتي هلغة هاسي أيو كشيغي إن لغو مقعابو محمد أمين حاج حبي لونا قران أغا عرفات نين كاني أيا شاقي إنو كسو جيدو مغالا دا مقدشا اي عاصمة دا صوماليا إسلامر كاسنا أو كرداشي بيشا شابيل لغار أهان ريرغي دو نين كاني أو أها لباتنجير أيا مركي هوريكا ترسنا قيبتا جبهد دا الشباب اي كدقالان تا قبالا دا شابيل دا حوسي كهور انتا اوسان كبيرين قيبتا اسقرحين تا سيدا او كشيغي ورايسيغ او بحيي كوحدا الشباب ايا هوري او شيكتاي مسؤولية دا ويرارك وحينا شيكتاي اني لبيك ستاي كولانيا اي لسعودين سراكيل كاترسان دولة دا صوماليا ايا دا او شيكتاي اني كد ديشي لح يبتوان قف او كاترسان دولة دا فدرالك صوماليا افايين كبوليس كا صوماليا ايا اسنا دان كيسا شيغي ان اوغو يران سيدو دا قف اي كدنتين كد واد سغال كلان اي كد داو وعمين قارحي اسمي دا من تاها ايشان اي لباتان كي بشاني كد عاي نواحيق مدحتويدة صوماليا ويراركاني ايا وحو كسو اذيا حل مالمه لصو دافاي اي جرين ديگنينو كسابسان ويرارو كدعي كرم مغالا مدحدا كواسي او لو ديري شقالها هاي اده عالميقا اه قرحيدا لو اديكسادا قواريدا وحيابها قرحالاقا سو بوحي ايا مدونيكي قدن بيه يرادي حسا اهاتي وحا كرداي قرحا قفك جاكدها قرحا سو حيرتا اي قوبها دادك فريستان اسكو قرحيا سو لابا الشريف هاد ياسين تدوبا قرح ايا كدعدي قده هدالك صوماليا سيكستبها آتي سياسين بدن اياكو اي ديي هدي عمر سو لابت فهد ياسين قرح يدا ايا سعون ايا هدي فرماجل لي هشية اي دولة دا اي معارك هشيان قرح يدا واو يران ايا الله نحرستي هالكنو اه قبرها اسكول بلوسي اه دقمد حمر ججبه قبل كبنادر وحا لغو اسي مجاجلستي وينا عبدي مرودي دارا اجاكس او ساعدة كور كوغيريو دي ميد كميدا عسبتالة دا كويا لمقالة دا مقدشو مرحومكا ايا الله نحرستي مالمي يقودن بيي وحا او كحنو سني عسبتالة يردميلي كمانا قفو اسكو جرو قيسكي سايه لدي ساب بلشادي وضا شقين تا ايكا داحي ساي فنباه دا ورباهين تا ايسيدو كالاقي باها كالدوان اي بلشادا ايا حالكان كاكسو قيب غلاي آسكا مرحومكا غار كمي دادكي وضا شقين تا مدادا دارا ايسو داح مرتي مرحوم عبدي مرودي دارا اجاكس او ورباهين تا حالكان كلاها اللي ايا درين كودا موجي واحين دامان تو دسي اسكو ميدا او تل مامين انو ها شخص دكا بحي ومدا سوماليا دسلامر كالي ولي يحي واح بادن او وناقه او لوحزو سنطانو نين او معانتي او زعيم او الهي حقس الهي وينا واحد او نين وين انا كنولو وين يا مانتا نغا دمتاي يان حالكان او نمد آسد ديسي اجاكس الله او نحريسو قبرقيس واسع الله او نغو جنة فردوس الله كوراويو كتاب كيسي ملكت الله كسيو نين تاريخ كتغيواي عرورتي سي اهل كيسي اي سومالي وينو دمبه الهي صبر اي ايمان الله نغسي كل غاينا كل غاينو نغا دنتي نين او مانتا او حو اهاي او بشاشة او وناكسن او فيعن افكيسة داد قارينين ايو اهاي مانتا الحمد لله الهي نولو كل مي نفتر كي والسو ددجي وعاليري والهالقا دا دمنو يهي بلتقن اللي هنا عمان مقصي الهي با اكاني سانتي ربي سبحان قادر هالكان كاني الهي وحنكو حمدنا الهي هالكان اكاني ومانتا اجاكس اهي دوكتي سان اوصو قيب قلي الهي سانكو حمدي الله نحريستو خبريكيس الله نوريو كتاب كيسا مدكت الله كسييو جنة الفردوس الهي هكو اوال مريو دمان أمة الصوماليات دمان تودا ميلول بيدوني دو قود كيدا كجوغان قار أهان عرور تيسا حاس كيسا إهل كيسا أو أنغا بكو كنهي خراوديسا أو أنغا بكو كنهي تول كيسا أو أنغا بكو كنهي سوكييهيسا أو أنغا بكو كنهي دمان تينا سمر إيمان إلهي هنغا ودا سيو مرحوم عبدي مريدي ديري مانتو غيريو دي
انتي درريسي او درريسي غيري ديسا ايو انتي امين سنيت نفول با مركو اجشه ده الهي سو دميو اني دمانيسو دمانتو ذا بي عبد مريد ديري مانتو معنا ان غيريو دي غريقي سرونتا مانتو اوهو دي ان هرطا وحي هذا الان ابوان انت مضح دينا اصحاب تينا ايا سو جيدي ان هرطا مانتا وحانا قبحي تير دحدينا عبد مريد ديري واسيدو ابيهنا ما كي اوشيغي انا اوصكيني دات قرابو اهل انتبا بركة الحمد لله رب العالمين اذا جاء اجلها لا يستأخرون الساعة ولا يستقدمون بركة قف والبو مالين او دمنا بركة هذا الكرونا هانتي مسي ود ودي كرونا وحان ليا سوماليوين ملوال بقات جوكتان عبد مريد دي مانتا وحو اباهن يهي ان فاتح هذا الله مرو كل الله من الله اخريه agaasimaha TV ga Universal oo Allah uu naxariistay marxuumku qayb ka ah shaqaalaha TV ga si ka howlgala ayaa isaguna goobta ka hadlay waxana uu sifeeyay shakhsiyadii Allah uu naxariistay ajagis qiimaha uu lahayd umada Soomaalida ka soo qayb gashay janaasadiis iyo meedkii soo raacday marqaati ka waxaan ku xasuustaa laba arrimood oo ajeeb ku ahaa aan isleeyahay umada Soomaali ku xasuusan doonta oo qofka Soomaaliga masuul waajib ku ah wuxuu qaban jiray laba barnaamij barnaamij kasta marka uu xiray wuxuu ku xiri jiray Soomaaliye tooso isku tiirsada iyo ducada in Ilaahay uu sanna fidnayn labada qodob oo Soomaalnimada ah iyo diinta ah ayaan ku xasuusanaa waana ka daawanayseen intuu shaqeynayay barnaamijkiisa marka uu xiray inuu dhaw Soomaaliye tooso isku tiirsanaada dalkana uu duceynayay ummadana uu duceynayay ilaahay qabriisa ku qaboojiyo soomaalin ilaahay gabadhii ma fidnayo jannadii firdowsan allah ka waraabi xog xasaasi ah qoor oo u muuqda mid gadaal ka riixaya ajandaha farmaajo iyo faad yaasin isla markaasina qayaano culus damacsan maadaama uu si weyn isku xil saaray dhexdhexaadinta rooble iyo farmaajo Fahad Yaasin oo horay loogu ciiriyay hoggaanka hay'adda NISA ayaa dib u bilaabay in uu gadaal ka maamulo siyaasadda dalka isaga oo isticmaalaya qoor iyo farmaajo hase ahaatee qoor iyo agaasimihii hore ee NISA Fahad Yaasin Haaji Daahir ayaa kulan gaar ahay ku yeeshay magaalada Muqdisho waxa ayna ka wada hadleena khilaafka u dhexeeya madaxweynaha muddo xileedkiisa dhamaaday iyo ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble dadka siyaasadda falanqeeya ayaa aad ugu dhareegsan in madaxweynaha lafta gareen aysan daacad ka ahayn uu adeegayo farmaajii Fahad Yaasin isla markaasina waxa uu isaga dhigayaa Rooble inuu daacad yahay in adeerkiisna yahay kulanka oo qayb ka ah qorshaha la doonayo in lagu qaldo shacabka Soomaaliyeed ee rajada ka qaba in xal laga gaaro qalalaasa siyaasadeed ee la abuuray ayaa ka dhacay hoyga Axmed Qoorqoor uu ka degan yahay magaalada Muqdisho Fahad iyo xubno la socday ayaa madaxweynaha galmudug kala hadlay khilaafka iyo go'aanka uu dowlad goboleedkaasi ku shaaciyay in wada hadalka socday lagu kala tagay sida ay sheegayaan ila xog ogaalahay kulankaasi ayaa qayb waxaa ka ahay wasiiru dowlaha wasaaradda gaadiidka cabdiraxmaan dheere oo gacanta midig fahad yaasin ah wasiirka boostada galmudug aadan qoryooley oo dhammaantoodba qaraabo yihiin iyo xubno kale natiijo muuqatana lagama gaarin kulankan qorshaha ayaa ah in madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug axmed cabdi kaariyo qoorqoor oo dib ugu bilaabo wada hadalka fashilmay si loo muujiyo in dadaalo xooggan ay socdaan islamarkaasina beesha caalamka lagu marin habaabiyo waxaa shaki ku jirin in xaaladda dalka maraayo ay gaartay heer danihii dalka iyo dadka loo gacan geliyo qowlaysato iyo kooxo ka ganacsata siyaasadda dalka si kastaba ha ahaatee qoorqoor ayaa si weyn waxaa u adeegsanaya Fahad Yaasin iyo madaxweynaha waqti ka dhacay Maxamed Cabdillaahi Farmaajo asigoona doonaya in gebi ahaanba la dabar jibiyo siyaasadda ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble fadlan taleefoonka shaashadda kaaga muuqda ku soo dir ra'yigaaga ku aadan khilaafka u dhexeeya madaxweynaha waqti ka dhacay Maxamed Cabdillaahi Farmaajo ee madaxa adag iyo ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble isla markaasina dowladda federaalka Soomaaliya qarka u saaran tahay in ay gebi ahaanba burburto fadlan magacaaga halka aad joogto 3 daqiiqo ku soo koob ra'yigaaga kadibna waa soo dayn doonaa haddii uu Alle idmo waa mahadsantihiin tiim calan sida media fadlan nala joog